لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي أول سازر مقطع جديد. طبعا شباب اليوم راح نلعب ماينكرافت، ولكن ليست ماينكرافت العادية، يعني مو ماينكرافت الطبيعية. حسيت انه اذا راح نلعب ماينكرافت العادية، يعني مجرد ماينكرافت طبيعية، تجيب حط بلوك، تجيب هاي كسر خشب طبيعي مثل اي يوتيوبر طبيعي، حط اشياء. يعني تتذكرون اذا انا مسوي سلسلة قديمة مال ماينكرافت، اذا رأيكم راح احط لكم اياها هنا بالعلامة. المهم يعني سلسلة طبيعية، ماكو يعني مجرد كسر خشب او من هذين الامور. حسيتها انها مثل الهبالة او شوية غباء، يا اخي تعودنا على ماينكرافت دائما. فحس اني نزلت مود باك سموه وان سكاي بلوك. اوكي خلينا نلبس السماعة. نزلت مود باك وان سكاي بلوك يا شباب. مود وان سكاي بلوك هي مجرد جزيرة طائرة بالهواء، بس بلوكة وحدة، ومن هاي البلوكة لازم نبني جزيرة كبيرة كلش، من يعني احنا من الديزاين مالتها. فياب يا شباب لصقوا على طول. خلينا الان هسه هاي المود باك. طبعا ويا المود باك حملت اللغة العربية للعبة. هنا أنا ما ادري شنو هاي بالضبط. اوكي سيف تشينجز، انا ضغطت هنا أنا ما ادري شنو صار. اللي يريد اسم المود راح اطلع اسم المود بالديسكريبشن. وان سكاي بلوك، راح اروح للعبة الفردي. هذا يا وان سكاي بلوك، فلصقوا على طول يا شباب. هسه جاي يسوي قراءة البيانات. لصقوا، انا هسه راح نلعب وان سكاي بلوك. سو يا شباب، بس الان احنا رسبنا. شوفوا يا شباب، ولا شيء موجود، حرفيا عبارة عن فراغ، مجرد الشمس هناك وهيها بلوكة واحدة يا شباب. طبعا ويا المود، هو مود باك، يجي ويا المود باك يجي هذا مود الخريطة. شوفوا لي فوق، هذا مود الخريطة يا شباب. الصراحة يعني ما اعرف شو اسوي الان ايه اقدر الرجوع للعبة. يا اخي بلوكة واحدة، ومن هاي البلوكة الوحدة اوه ماي جاد، يلاك من هاي البلوكة الوحدة المفروض نطلع شو يسمونه جزيرة كاملة. فخلينا نجمع من ذني البلوكات. اوه طلع لنا خشب. خلينا شو نسوي الان. هاي ثاني مرة اتحكم بالكيبورد والماوس. طبعا يا شباب خلينا نسوي الشيفت. انا لا اعرف انه لازم يسوي شيفت ويبنون. اوكي هاي ثاني مرة اتحكم بالكيبورد والماوس يا شباب، لانه كانت اول مرة اتحكمنا بالكيبورد والماوس كانت ويا ايميلي وونز تو بلاي. زين اني انا بنيت جوا هذا بالغلط، انا بنيت جوا، بس هذا جدا مفيد. اوه لقينا صندوق، اوه ماي جاد يا شباب، جوا هذا الصندوق اكو شتلة البلورة واكو هاي التفاحة، والله حلو. بس المود باك يبدو انه بيها اشياء وهواية يا شباب. وات ذا فك، هذني من ماينكرافت العادية لو من المود باك نفسه. وات ذا هيل، اتوقع ما طول مكتوب يما ماينكرافت، يعني ماينكرافت شو يسمونه الفانيلا العاديه. شو خل نروح للصفحه الخامسه. اتوقع ان الفانيلا الطبيعيات، يعني ماكو اختلاف. اوه شباب وات ذا فك، هاي شنو ذني شباب. اقدر يمكن اربي حيوان اليف ومثل ذني الامور. وهذا دريس، وهذا ما ادري شنو هو. اوه يا شباب شوفوا اكو تشيست مال الدايموند، واكو تشيست مال ايرون، واكو تشيستات هوايه. والله يا شباب لانه هذا المود باك بسلسله، حرفيا سلسله راح اسويها 5000 حلقه حرفيا. اوه ماي جاد يا شباب، شوفوا ذني غراض المطبخ، نقدر نسوي لنا ذني طاولات، نقدر نسوي لنا قنفات ذني، حتى ستائر وياهن امور، وياهن كراسي. والله يا شباب المود باك خرافي، والله يا انه المود باك خرافي. شوف يا شباب ذني اشياء اول مره اشوفن. هذه ماينكرافت، هاي مو ماينكرافت. شوف حتى هذا جديد، ذني كلهن جدد ما مجربيهن اصلا. فهذا شنو هذا؟ هذا جديد هماتين. شنو هذا المود؟ وات هيل، شنو هذا؟ يبدو انه هذا هماتين نسويه لما نتطور كلش ان شاء الله بالسلسله. لما نتطور كلش نقوم نسوي ذني الامور. اوكي اترك ذني الامور. هسه خلينا نتطور شويه على قولت اخواننا السعوديين، حبه حبه
حبة حبة خلينا نتطور يا شباب، وبعدين نبدي بالشي يسمونه نبدي بالبناء الجزيرة، وحتى راح نسوي لنا بيت ونسوي بيت ونسوي هماتين. او ماي جاد، يقول لي there are 10 blinds، يبدو انه بعد 10 من الشي يسمونه البلوكات ونروح للستيج 2. المهم يا شباب، نفس ما قلت يعني لازم نسوي لنا. او ماي جاد، انت من انت؟ انت خنزير صدق. صراحة انا لازم اسميك اسم لانك ما طول جيت على الجزيرة مالتي، فراح اسميك باني. شلونك باني؟ ويلكم تو ماي. لا يا سلام على الذكاء، ولا هتطشت يا ابني حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. لا يا شباب، لا يا شباب، لا 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 لا. انعل، والله ياباني، والله ياباني انك انت لما نجيت صار العجايب، صار العجايب، ومن هاي العجايب اني ما متت. والله ياباني انك عجيب وغريب. المهم انا ما عرفت اتحكم. نبني منا، نبني منا، نبني منا، نبني منا. اوكي يا شباب، انا راح احاول اني ابني من هاي الجهه. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي يا شباب، قررت قرار انه راح اخلي هاي الجهه منها انا اريد اسويها مزرعه او فارم او اي شيء من هذا القبيل، ومن هاي الجهه اريد اسوي لي هنا، من هاي الجهه اريد اسوي لي بيت، ومن هذين الامور يا شباب. خلينا نروح نضغط اي، خلينا نشوف ايش نقدر نسوي. يبدو انه انا اقدر همات انا اسوي كرافتنج تيبل. خلينا ناخذ هذا. او ماي جاد، اقدر اسوي يمكن كرافتنج تيبل. خلينا نخلي هذا هنا. اي والله اقدر اسوي الكرافتنج تيبل، هذا كرافتنج تيبل، ناخذ الكرافتنج. وهذا كله نحلله شو نسوي به. اتوقع من معلومات الماينكرافتية، معلومات الماينكرافتية تقولوا لي انه هاي خلينا نحطها بالقاع، نحطها، خلينا نحطها يم هذه على مود شنو، على مود نحفظ المكان مالت التكسير، خاف يصير اشياء امور. المهم لما نسوي الكرافتنج تيبل، ودي اني اسوي هذا شنو ذني. اها اوكي، ودي اني اسوي سلابز. هاي من معلومات الماينكرافتية، تقولوا لي ليش اسوي سلابز؟ لان السلابز راح تكون مفيدة اكثر من البلوكات العادية. شوف احنا حصلنا 18 جدا مناسبة. هسه انا بدي اسوي لي سورد، لو اسوي لي بيكاكس اسوي لي سورد. لا لا لا، خلينا نسوي لنا شيء يسمونه اول شيء. اوكي 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 اوكي، انا ما ادري ايش قاعد اخبص. المهم اريد ان ستيكس، ومن هاي الستيكس نحط ستيكين هنا، ونحط هذا منا ومنا. اي يب، نسوي لنا هذا على مود لما يجينا يطلع لنا خشب نقوم نكسره، لما يطلع لنا خشب نقوم نكسره. فليتس جو يا شباب. الان خلينا نروح لرقم 3 ونبني بالسلابس. اوكي اتوقع انه لازم اسوي شيفت وابني. اوكي تبا، ما اريد من بدايتها تبذير يا اخي. يا شباب ما اريد من بداية السلسلة انه ابذر يا اخي، من بداية السلسلة ونقوم نبذر. نو 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 اوكي زد 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 نو 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 صار هنا. I don't want anything، بس اريد اكسر هذا. او ماي جاد يا شباب، هاي ما تتكسر، هاي ما تتكسر، ما ادري ليش. اتفق اللي عنده معلومه يا شباب يقول لنا هاي ليش ما تتكسر يا شباب. المهم خلينا نروح من هاي الجهه. نفس ما قلت يا شباب، انا من هاي الجهه ودي اني اسوي، ليتس جو هيج، ودي اسوي البيت من هاي الجهه. البيس، البيس ودي اسويه من هاي الجهة. فخلينا نروح على طول نتوسع من هاي الجهة على مود نخلي البيس من هاي الجهة. فلتس جو على طول من هاي الجهة، خلينا نسوي لنا البيس. خلينا نبني منها ومن همات ومن هسه يا شباب بنينا شوي هنا بعض الامور من هاي الجهة. نفس ما قلت لكم اني من هاي الجهة اسوي البيس،
ومن هاي الجهه دا اسوي شو يسمونه المزرعه الفارم. ثانيا انه شلونك باني هذا الباني الخنزير، راح نسميه خنزير باني. الخنزير باني عندك شويه يعني تقول لنا هذا ليش ما قاعد يتكسر؟ والله اني ما ادري ليش هذا ما قاعد يتكسر. المهم دمي ستة وخلينا نفلش. اوكي يا شباب يمكن راح اسرع لكم الفيديو شوي لان انا اتكسر هنا انا اذا الامور الطف. يقول لي فريست بوتون ست ما ادري شنو وات ذا فك يا شباب. شو حتى مال التجميع الطبيعي انا ما اقدر افلش. شنو هذا يا شباب؟ وات ذا فك. اوكي يا شباب همتين انا اكتشفت حاجه من انا التقدم من انا اتوقع هاي ماينكرافت العاديه قلب وقصه اللعبه وراها العصر الحجري. نقدر نروح للعصر الحجري ونقدر وذن الامور من انا هذا العصر الحجري ومن انا هذا الحصول على ترقيه. اوه ماي جاد يا شباب والله يبدو انه كثير من الامور راح تصير ويا هاي السلسله الجميله. ان شاء الله راح تكون سلسله جميله على قناتي. صدق شو يسمونه التذكير يا شباب اكثركم ينسون اللايك والاشتراك يا شباب. عجبك المقطع لا تنسى من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس كل ما هو جديد. فرست بوستون ست. اوكي يا شباب احل هاي المشكله وارجع لكم. هاي المشكله ما ادري ايش قاعد يصير هنا. اوكي والان رجعنا يا شباب لقيت شويه حل هاي المشكله هاي كسرتها والان انا قاعد اكسر من هذن الامور. قاعد اكسر وقاعد يطلع طلع لنا صندوق. طلع عندنا صندوق يساعدنا ثلاثه ابل وعندنا من هاي شو يسمونه الشجر. عندنا شجرتين يا شباب. الان يا شباب ودي انه خلينا نكسر هذا الصندوق. ربما راح اسرع لكم الفيديو شوي على ما اني اجمع غراض وارجع لكم بالستيج 2. ليتس جو. اوكي رجعنا يا شباب. الان يبدو انه طلع لنا هماتين باكت اوف ووتر على حسب معلومات الماينكرافتيه. معلومات الماينكرافتيه تقول لي انه الباكت اوف ووتر نحتاج باكت اوف لافا على مود نخلي شو يسمونه شنو إيه نخلي نطلع لنا حجر صخر او اوبسيديان او غيره. وعامه انا ودي اروح للنذر على مود اشوف انا النذر شنو بيه ونروح للاند. شباب ان شاء الله راح تكون نهايه. اوه حصلنا صندوق اسطوري صندوق اسطوري. المهم يا شباب ان شاء الله راح تكون نهايه هاي السلسله هي الاند اللي هي راح يكون يعني لازم نقاتل التنين. ولما نقاتل التنين راح نلقى شنو راح ننهي السلسله يا شباب. وات ذا فوك. المهم نروح للرقم 7 ويبدو انه اقدر اسوي تورتش بالمكان احط انا شلونك باني. باني قاعد يتفرجني انا وقاعد شو يسمونه اكسر بذن الامور صار لي ساعتين. ما ادري انا ليش سميتك باني اصلا. عبارك بامي. المهم خلينا نكمل يا شباب. هسه خلينا نكسر زياده. اوه ماي جاد يا شباب اخيرا عود قلت بدي اسرع الفيديو ولكن اخيرا اجت التطويره هاي الابجريد مالت ليفل 2. هذا الابجريد مالت ليفل 2. ليتس جو ليتس جو ابجريدنج تو ما ادري شنو هو. المهم صرنا ليفل 2 احنا صرنا الشبايب الجميلين. المهم نحط الاثنين هنا ونحط لنا اثنين ونحط لنا اثنين. اريد ان السلابس ذني كلهن تاخذهن واريد ان اخذ هذا. اوكي اريد ان السلابات على مود شنو السلابات ذني شو اسوي بيهن. اريد ان اسوي من هاي الجهه. اوكي لازم اسوي شيفت. اريد ان من هاي الجهه اسوي اكمل البناء. نا 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 يا عمي الحق والله ما تقدرناش ونطيح من العالم ده. احنا والله مش ناقصين خرعات هاي الخرعات مش ناقصيها. المهم يا شباب الان راح ابني من هاي الجهه يا شباب على مود شنو. اوكي انا ادري انه الف مره عديتها عليكم انه راح اقوم. او فك هاي ليش هيك. اوكي اوكي ابني البيس من هاي الجهه. المهم غير انه احنا راح نبني البيس من هاي الجهه ودي انه اسوي من مزرعه من ذيك الجهه. المزرعه مالت باني لازم اسويها الان. او ماي جاد دامن هاي اضغط اي. المزرعه خلينا نسويها الان نسويها الباني لان باني خطيه الان قاعد يتفرج علي. خلينا نسوي له مزرعه على مود انه يقعد هناك بين الشجرات بين الهاي بين الغراض بين الامور.
خلنا نضغط على الرقم 4 وشويونا احتاجنا اني شويونا يا شباب خليجية من الكاميرا يحتاج شويونا اني اتعود على التحكم مالت ماني كرافت الحاسب الكمبيوتر. المهم يحتاج شوية اتعود على تحكم الكمبيوتر لانه انا متعود على اليد البلاي ستيشن، فاني نوب 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 حرفيا كلش نوب بالبتاع هذا. المهم خلينا نبني من هاي الجهة ونسوي لنا احلى مزرعة يحبها قلبك يا حبيبي. اوكي نحتاج بعد قليلة من الحشوب، فخلينا نكسر 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 يا شباب. خلينا اسرع لكم الفيديو شوية حال ما اكسر واجمع كمية مناسبة اني ابني للمزرعة. اوكي طبعا رجعت يا شباب، لقيت حاجة غريبة هنا. أنا هذا الديرت اول مرة اشوفه الصراحة بالنسبة لي انا يعني كلاعب ماينكرافت. انا لعبت هاي اللعبة اخر مرة ما ادري من زمان، نسخة 2014 ما ادري 2015 ما ادري، بس قديم من زمان ما اتذكر لان الامور اصلا كانت موجودات بماينكرافت. المهم شو اتوقع من المود ما ادري من الفانيلا نفسها، المهم اتوقع هاي من الفانيلا. خلينا نروح نتحقق من هذا الامر. دقائق من المود باك نفسيته لو من الفانيلا. والله طلعت من الفانيلا بس انا ما لعب اللعبة من زمان، والله انه من زمان ما لعبها. اللعبة ما شاء الله متطورة ليفل ما. او اكو شواية هنا، اكو مجمدة يا شباب، اكو سينك والله يا شباب انه هذا المود باك خرافي. اقدر اسوي البيت كامل مالتي يعني من كل شيء يا شباب، واقدر اسوي كل حاجه يا شباب. فان شاء الله ان شاء الله هاي السلسله راح نكمل فيها ان شاء الله يا شباب، ومرور الزمن راح نسوي لنا. شوفوا يا شباب ذاك اللي كسرته قبل شويه هذا يطيح مثل الساند، فزين انه اني بالغلط حطيت جوا اكو شوفون اكو ديرتاي. فياب يا شباب ان شاء الله بتطور الزمن ان شاء الله. اذا اعجبتكم شفت على اقبال كبير على هاي السلسله وعجبتكم هذه السلسله، لا تنسانا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لصل كل ما هو جديد. ثانيا انه اكتب لنا بالتعليقات معرفتك بماينكرافت شنو نقدر نسوي شنو. اوه لقينا صديق الباني هذا، انت ايش راح نسميك؟ انت راح نسميك صراحة والله اني ما اعرفش يعني، بس انا حسميه خنزير. Why are we still here? Just to suffer every night. ما ادري هو انت خنزير يعني، فراح اسميه خنزير يعني عادي طبيعي. مو صح؟ لو احسن اني ظالمك. اوكي خلينا اكسر يا شباب شوي على ما افكر باسم هذا. اوكي طبعا رجعت يا شباب، يبدو انه انا لقيت بامكن هنا. هذه البامكن حصلنا بامكن. ثانيا غير انه حصلنا بامكن حصلنا 31 شويونا شبايب حصلنا 31 ديرتايا. الان انا ودي اني اكمل المزرعه الجميله مالتي. راح تحسون انه بعض الشباب المحترفين ماينكرافت يعني محرقين ماينكرافت راح يباوعوا لي يقولون شنو بهذا بالقوه يبني بالقوه يتحرك بالقوه يسوي ذا الامور. المهم يا شباب انا اسف، ولكن اولا انه انا ما متعود على تحكم الحاسبه، ثانيا انه البتاع انا مش كلش يعني محترف ماينكرافت يا عمي، هاي اول مره اجرب ماينكرافت الحاسبه. يا باني وصديقه، اي راح اسميه صديقه طيب. باني وصديقه ترى سويت لكم احلى 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 مزرعه هنا أنا. والله يحبها قلبك. هاي جزيرة الرسايزاريون، انتوا اثنين اعضاء من الرسايزاريون. ان شاء الله راح يجون بقية الشبايب منهم القطط والابقار وذول الامور الشبايب، وينضمون لكم وتصيرون اصدقاء واحباء جميلين ورائعين، وبعدين اقتلكم. لا عمي انا اسف ترى ما راح ناذيكم اصلا، بس انت وصديقك باني انتوا الاثنين بحمايه ما راح تموتون ابدا، لانه يا اخي انتوا بديتوا وياي وشفتوني يعني بكسر واني وابني لكم واني وهذا، فشنو؟ انتوا الاثنين ما راح اقتلكم ولكن البقيه راح اقتلهم. والله انها ضحكه شريره صح.
المهم خلينا نيجي هنا ونحط لنا الثلاث حبات الأخيرة. الآن نروح لرقم 9. نروح لرقم 9 يبدو أنه راح أجي بالوسط، راح أسميها أوكي راح أسميها شجرة الوسط. واو يعني اسم أسطوري خرافي. المهم الشجرة راح أخليها كبيرة صح، بس أدير لي شلون راح تخلي الشجرة كبيرة صح. رقم 3 راح أخليها هنا، رقم 4 راح أخليها هنا. نحتاج بعد وحدة هنا عمودا تكمل السالفة وتصير كبيرة صح ليفل ماكس. المهم أنا شبيه قصة قاعد أطبل هنا، لازم أضغط إي. أوكي شباب يبدو أنه رقيات بطيخ، شو ايش كاتبين؟ قطعة بطيخ. يبدو انه عندنا بطيخ، البطيخ هذا من حصلناه ما ادري، اتوقع من اني وكسر حصلت البطيخ. او ماي جاد يا شباب هاي الشجر، هذا شنو هذا الشجر؟ اول مرة اشوفه والله. المودباك بيه هواي اشياء يا شباب والله، هذول يمكن حتى ابي بوسات ما شايفيهم والله. والله يا شباب شنو هاي يعني هواي هواي امور غراض و... يلا ان شاء الله نستكشفها ان شاء الله بمرور الوقت، تبني دريسات مرور الوقت راح نستكشفها. المهم نحط هذني، نحط هذا هنا. يلا هسه اني سويت لكم انت قاعد على شجره الوسط. المهم انا سويت لكم وسويت اللي علي باني سويت لكم احلى مزرعه يحبها قلبك. هاي المزرعه يحبها قلبك. الضوء ما ادري ليش طفى، ف ليتس جو دقائق يا شباب. فالمهم يا شباب يبدو اني سويت مزرعه ليفل ماكس يا حبه قلبك. خلينا اكل شوي يعني اغذي نفسنا بالبطيخ. ما شاء الله البطيخ هذا رجع لنا حياتنا، رجع لنا نص حياتنا هذا البطيخ. ما شاء الله ما شاء الله، لو البطيخ هيك بالحقيقه عشان ما شاء الله يعني. المهم خلينا نحط هذا هنا وناخذ من عنده فد 44. احسها انها جدا كافيه، مو بس جدا يعني احس نفسي حتى اني كثرت، واحس انه همتين التسجيل يا شباب شويه طول لانه التسجيل 30 دقيقه تقريبا. فاخر شيء راح اسويه بهاي الحلقه، اخر مهام راح اسويها بهاي الحلقه يا شباب انه راح اروح اوكي يا شباب انه راح اروح وشويه اكمل الجسر او المنطقه مالت المنطقه مالت البيت البيس مالتي. اوكي راح اكمل المنطقه مالت البيس مالتي. فيبدو انه هذا ستاك. اوكي حصلت ستاك وشويه، اتوقع انه ستاك وشويه جدا كثير، مو بس جدا جدا كثير. ف خلينا نبني، عندي 77 قطعة من هذا الخشب اللي يسموه سلاب خشب، الخشب الصغير، الخشب الصغير. شوفوا يا شباب هاي الترقيعات من القطع اللي راح يزودن، بعدين عود ارجع لهن واكسرهن زين. المهم من هنا انا ودي همات انا اسوي منطقة، فراح نسوي لنا مني كذي ومني كذي ومني كذي ومني كذي. ولكن خلينا شوية نبني خلينا نبني منا وخلينا نبني 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 منا خلينا نبني نبني منا ونبني منا. والله يا انه يا شباب اذا انا ما ضاغط شفت والله كان انا راح تسلم لي على الشهداء اللي معاك يا عم. سلم لي على الشهداء اللي معاك، ايوه سلم لي عالشهداء اللي معك يا عمي والله. المهم طبعا يا شباب بس انا سويت لهم مثل الزوايا، سويت لهم مثل الزوايا رقم 2، جيب لنا رقم 2. اتوقع وات ذا فك. اوكي خليه يروح الاكس، 600 دهية على الاكس والله. المهم ما نحتاج اكس احنا اصلا، احنا يا شباب ما نحتاج اكس، احنا ناس نشتغل بدينا. المهم ها
هذا سويت له الزاويه مربعه، راح اسوي له الزاويه مربعه من هنا هماتين عمودا، يكون الشكل جدا جميل. من هنا يبدو اني انا من هنا سويت مزرعه محترمه محترمه ليفل ماكس. المهم خلينا شويه منها شويه منها شويه منها، خلينا نسوي حدود الدنيا السبع. حدود الدنيا السبع ستقولوا لي شنو هن؟ هسه انا اقول لكم عليهن. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي حدود ما بين المزرعه وال ما بين المزرعه وما بين البيس مالتي. فهسه بدي اتقدم لي قدام. يبدو اني والله سويت حاجه محترمه لبالماكس، وسويت منه انا هذا اني، وان شاء الله بالحلقه الجايه ذني يونمن يا شباب. والتسجيل شويه صار طويل يا شباب، فالان اتوقع جدا كافي لليوم اللي سويناه شغل. سوينا هاي المنطقه الجميله، وسوينا ايضا هذه المنطقه، وحصلنا على خنزيرين اللي هو باني وصديقه، وهنا سويت اشجار اثنين راح اسميهم اشجار جميلات رائعات خنفشاشيات. اي المهم ما ادري ايش بهذا. اوكي المهم لا لا صديق باني صديق باني. Why are we still here? Just to suffer. لا مات مات يا شباب. لا لا مان انا رتا نهاية السلسلة رتا نهاية السلسلة. نو ايام جميلة كانت وياك صديقنا صديق باني الرائع اختفى من عندنا يا شباب. لا ورجع باني وحده. يا بشوفه شوفه شلون شوفه الحلو شوفه. اقول لك انت شلون مو حزين؟ انت شلون مو حزين؟ صديقك مات قدامك صديقك ما قدامك. اوكي انا اسف انا اسف انا اسف زين اني ما اريد اني قلت لك انه صراحه يعني انا اريدك نهايه السلسله. انا اسف انه شويه سطيت قدامي. المهم هنروح لرقم 9. قبل ما انهي ودي اني احط هنا التشستات يا شباب. تكون التشستات هنا جدا جميله. راح احط التشست هماتين من هنا. هنا المنطقة هنا اي والله هماتين فكرة اجتني يا شباب هماتين فكرة كلش حلوة. هنا المنطقة هنا الوسط راح اخلي وسط هنا راح اخلي الوسط هذه منطقة تشستات، ومن هنا يتفرع جسر لمناكة، ومن هنا يتفرع جسر لمناكة، ويا شباب راح يكون خرافية وعلى اطلالة هذا الجميل. وهنا عندنا الشجرة هاي نمت، فمن هنا راح اقول انه راح انهي جدا كافي لليوم. سوينا هواي شغل. قبل ذلك خلينا نحط الحجر هذا، هذا حجر هذا حصى هذا يسموه حصى. المهم خلينا هذا نحطه هنا ونخلي هذا هنا، خلينا نجمع ذني الامور هنا لانه الصراحه يعني ما نحتاجهن حاليا 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 انه ما نحتاجهن، ولكن بعد فتره راح نحتاجهن طبعا هذا الشيء جدا اكيد. فا ليتس جو. الان راح اخذ اليقطينه، قبل انه ما انهي راح احط انا اليقطينه هنا. اقفولي اقفولي 3 4 4 4 4 ونبني منا ومنا ومنا. اوكي ليفل ماكس رقم 2. الان راح احط انا اليقطينه خليني شوي افكر. راح احط اليقطينه هنا. اليقطينه هنا راح تكون معنى انه هاي من هنا بديت منطقه المزرعه، ومن هنا المنطقة هذا البيس مالتي. المهم راح يكون ورا ذن الصناديق، ودي اني اسوي مثل الدرج لي فوق واسوي هنا البيس مالتي، ومن هنا التفرعات. فياب يا شباب ولازم احنا هماتين بالحلقة الجاية كرافتنج اي هذا هذا هنا نقوم نكسر نكسر بذن الامور لحد ما يطلع لنا اشياء خرافية. فنقول يا شباب لهنا جدا كافي غربة الشمس. الان يم هذن الصناديق ملاتي، ودي اني اسوي هذا شلون يسوي يغير الشكل مال التحكم او من ايركود. لا لا ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تقوم تطفر
تطفر يا غبي يا غبي، تقوم تطفر تطفر من الدنيا كلها. لا 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 ولا هتطشت يا ابو حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. لا يا شباب متت متت يا شباب. اقدر ارجع اقدر ارجع، اعطوني شبل. او ماي جاد يا شباب سووا لي قبر شباب، وات ذا فاك سووا لي قبر يا شباب. هنا انا اشوف هذا مكتوب عليه رسايزر، اوه المرحوم رسايزر. كنت رجال جميل يسوي لنا مقاطع جميله وتضحكنا بها. هسه منو راح يسوي لنا مقاطع؟ المهم الان راح ناخذ هذا. اوكي راح اخذ هذا، راح انهي الان، راح انهي الان. اوكي يا شباب اكتشفت شيء جميل، انه هنا أنا لما اروح على التقدم هاي التربيه من انا اقدر يمكن ذني مثل الكوستات اقدر اسويه ذني لل العالم مليء بالاصدقاء والغذاء. ايه ذني لل شو يسمونه العالم السيد، يعني العالم المزرعه. اوكي يا شباب عرفت شلون اغيره، طلع من الاف اف 5 الاف 5 واقدر من انا اغيره. اوكي يا شباب يبدو اني انا ستيف. اوكي انا ستيف، انا قاعد العب بستيف. ان شاء الله يا شباب نسوي لنا سكن ونبدي بيه. وهنا يا شباب وصلنا لنهايه الحلقه، وصلنا لنهايه حلقه الحلقه من سلسله ماينكرافت وان سكاي بلوك او سكاي وان بلوك، ما ادري. المهم هي مجرد بلوك وحده وسوينا منها جزيره كامله سميناها جزيره الرسايزريون. المهم يا شباب نسمي السلسله رسايزر كرافت، لا ما احسها حلو، حسن انه سكاي كرافت، لا سكاي فاكتوري. لا سكاي رسايزر، رسايزر سكاي، رسايزر سكاي، اي رسايزر سكاي او سكاي رسايزر ما ادري. انا بعدين هو انتوا راح تشوفون الاسم بالعنوان يا شباب. فنقول يا شباب لهنا وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسى الصلاه. ها شنو وات الكلجات اليوم، الكلجات ليفل ماكس. المهم وصلنا لنهايه الحلقه يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يصل كل ما هو جديد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ونقول يا شباب بس قبل ما انسى انه سيرفر الديسكورد بالوصف يا شباب، روحوا هناك اقترحوا لي سلاسل او من ذني الامور، او خلونا بس نحكي ونسولف. فنقول يا شباب وصلنا ني نهوي الف مره، المهم الف مره، انا اليوتيوبر الوحيد الف مره اكلج واقوم اعيد النهايه من تلريون مره. المهم نقول الى اللقاء، مع السلامه. هاي يلا شنو الى اللقاء.